أول درس عندنا في حساب المثلثات، حساب المثلثات 3 دروس، حساب المثلثات 3 دروس، درس اسمه قاعدة الجيب أو قانون الجيب، في درس اسمه قانون جيب التمام، وآخر حاجة تطبيقات على قانون الجيب وقانون الجيب التمام. إيه بقى قانون الجيب ده يا شباب؟ درس سهل وبسيط، بس مقدمة قبل ما نبدأ الدرس. تمام، أنا عندي دوت المثلث دوت يا شباب، مثلث نوعه إيه؟ قائم قائم الزاوية. المثلث القائم الزاوية، في نظرية أقدر أستخدمها لما يبقى عندي مثلث قائم الزاوية، إيه هي؟ فيثاغورس نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس بتقول لي إيه؟ بتقول لو أنت عندك مثلث قائم الزاوية والضلع دوت مثلا 3 سم والضلع ده 4 سم، أعرف أجيب ألف جيم اللي هو الوتر ولا مش هعرف؟ أيوه نعم نعرف نجيبه إزاي بفيثاغورس؟ جذر الجذر. التربيع للضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. تمام، طالما يا مستر انا عاوز اجيب الف جيم، او الف جيم ده بالنسبه لي وتر، الوتر هو اكبر ضلع في المثلث القائم، يبقى الف جيم ده طالما اكبر ضلع يبقى بربع واجمع، يبقى الجذر التربيعي 3 تربيع ب 9 زائد 4 تربيع ب 16، يبقى جذر 25 هيساوي 5. طيب يا مستر لو انا مش عندي الضلع ده ضلع صغير، ضلعي القائمه الاثنين دول يعتبر انا مسميهم ضلعين صغيرين، يبقى لو انا عاوز اي ضلع صغير، لو انا محتاج اي ضلع صغير بربع واطرح، يبقى لو انا عايز ضلع صغير بربع واطرح، عايز الضلع الكبير بربع واجمع، يبقى انا يا مستر دلوقتي عايز ضلع صغير يبقى ربع واطرح، عايز الف باء، يبقى الجذر التربيع 5 تربيع ناقص 4 تربيع ب 16، يبقى 25 ناقص 16 9، جذر التسعة كام؟ جذر التسعة 3. تمام، واضح، كلام سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه وواضح وعارفين الكلام ده كلنا، مظبوط يا شباب؟ تمام. تمام. ده بيقول لي بقى، طب لو انا عندي يا شباب مثلث زي كده يا شباب، هو نفس المثلث بس مش قائم الزاويه، الف باء جيم، هل اقدر هنا استخدم نظريه فيثاغورس؟ لا لا يا مستر. ليه؟ لان نظريه فيثاغورس لازم عشان استخدمها يكون عندي مثلث نوعه ايه؟ قائم الزاوية قوائم الزاوية، ما عنديش مثلث قوائم يا مستر، ما تقدرش تستخدم نظرية ايه؟ فيثاغورس. فقال لي يا مستر في قاعدة اسمها قاعدة الجيب. الجيب اللي هي ايه يا شباب؟ اللي هي جيب، صح ولا لا؟ جيب الزاوية اللي هي جيب. تمام، فقال لي ايه يا مستر؟ قال لك بكل سهولة، أنت عندك المثلث اسمه أ باء ج. الزاوية دي اسمها ايه يا شباب؟ ألف أ، يبقى الضلع اللي قصادها اللي باء ج دوت يبقى اسمه أ شرطة. الزاوية دي اسمها ايه؟ يبقى اكيد الف جيم ده اسمه ايه؟ باء شرط يبقى اكيد دوت هيبقى اسمه ايه؟ جيم شرط جيم شرطة. فقال لي ايه يا مستر؟ قال لي قاعدة الجيب ان كل ضلع، ما الضلع دوت مش هيبقى اسمه بقى جيم، هيبقى اسمه الف شرطة بقى، على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي الضلع التاني بقى شرطة، يبقى على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي جيم شرطة على ايه؟ على جيب الزاوية اللي قصاده. تمام، بيساوي حاجة اسمها 2 ناق، ونفهم يعني ايه ناق دي دلوقتي، بس خليها بعدين دي دلوقتي. تمام، خليها بعد شوية. يبقى يا مستر قاعدة الجيب بتقول لي طول الضلع على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي طول الضلع على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي طول الضلع على جيب الزاوية اللي قصاده. طب جت منين يا شباب قاعدة الجيب دي؟ طبعا طبعا الإثبات مش عليك، وانت أهم حاجة القاعدة. جت منين؟ قال لي يا مستر إن مساحة المثلث، فاكرين مساحة المثلث أ ب ج بيساوي إيه؟ نصدر القاعدة في الارتفاع ماشي، ما أنا ما عنديش قاعدة وارتفاع هنا، خدنا قانون في أولى ثانوي، لما يبقى عندي ضلعين والزاوية المحصورة بينهما أعرف أجيب مساحة المثلث ولا لأ؟ مش أنا عندي الضلع ده أهو والضلع ده أهو، فين الزاوية المحصورة بينهما؟ زاوية جيم زاوية ج اللي بينهم، يبقى اقدر اقول نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاويه المحصوره بينهما. القانون ده خدناه في اولى ثانوي، او ما هو هو نص حاصل ضرب الضلعين دول عارف شرطه ج شرطه في الزاويه المحصوره بينهما اللي هي مين؟ ب، او نص حاصل ضرب الضلعين دول ب شرطه ج شرطه في جهه الزاويه المحصوره بينهما اللي هي زاويه ايه؟ زاوية ألف. تمام، واضح واضح. واضح
لو قسمت يا شباب النسب دي كلها على نص ألف شرطة باء شرطة جيم شرطة، نص ألف شرطة باء شرطة جيم شرطة، هيحصل لي إيه بقى؟ قال لي يا مستر النص هتروح مع النص، والألف شرطة والباء شرطة يروح مع ألف شرطة وباء شرطة، هيطلع لي إيه؟ جيم شرطة جاي جيم على جيم شرطة بيساوي ده وده، وجيم شرطة هيروح مع النص ألف شرطة هتبقى لي جاي باء على باء شرطة. نفس الكلام نص بقى شرطة جيم شرطة، نص بقى شرطة جيم شرطة، هتبقى لي جاي ألف على ألف شرطة. في مشكلة لو بدلتهم مكان بعض، يعني خليت ألف شرطة بدل 100 تحت فوق، يعني يا شباب لو أنا عندي مثلا نص، مش هي التلاتة على الستة؟ من خواص التناسب، فاكرين معنى كلمة التناسب يا شباب؟ التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر. لو بدلت البسط والمقام مكان بعض يبقى بدل واحد على اتنين يبقى اتنين على واحد، مش برضه لازم ابدل دول عشان يساوي بعض؟ مش اتنين على واحد هي ستة على تلاتة؟ يعني مفيش مشكلة لما ابدل البسط والمقام هيطلع نفس النسب اهو. لو انا عندي مثلا اتنين على تلاتة، مش هي الاربعة على ستة؟ طب بدل دول مكان بعض خلي تحت فوق، مش التلاتة على اتنين هي ستة على اربعة؟ هي ولا مش هي؟ يبقى هي انا هي هبدله مكان بعض، يبقى هي، يبقى هو ده القانون بتاعي، ألف شرطة على جاء ألف، هبدل ده مكان ده هتساوي باء شرطة على جاء باء هتساوي جيم شرطة على جاء جيم، واضح؟ تمام. يبقى أول حاجة تمام. قاعدة الجيب يا شباب، كل ضلع على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي الضلع على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي الضلع على جيب الزاوية اللي قصاده، يبقى ألف شرطة ده يا شباب اللي هو الضلع المقابل لزاوية ألف. خلي بالك إيه هو ألف شرط؟ هو الضلع المقابل لزاوية ألف، يبقى طول الضلع ده اللي هو باء جيم اللي أنا سميته اسم جديد اسمه ألف شرط، يبقى ألف شرط على جاء ألف بيساوي باء شرط على جاء باء بيساوي جيم شرط على جاء جيم. فاكرين يا شباب وإحنا صغيرين لو أنا عندي مثلا نص بيساوي 3 على 6، صح؟ مش النص هو 3 على 6؟ أيوه بيساوي مثلا 5 على 10، مش هم دول كلهم بيساوي بعض؟ بص يا شباب لو جمعت المقدمة اللي فوق دي، لو جمعتها زي ما بعمل فوق يا شباب لازم اعمل تحت، وجمعت اللي تحت هيطلع نسبة زي النسب دي بالظبط. طب ازاي يا مستر؟ طب اجمع يا مستر وريني كده. 1 زائد 3 زائد 5 9، 2 زائد 6 زائد 10 2 و6 8، 8 و10 18، 9 على 18 بكام؟ نص برضه نص، يعني برضه سوت احدى ايه؟ سوت احدى النسب، سوت احدى النسب، سوت برضه احدى ايه؟ سوت برضه احدى النسب، مظبوط؟ تمام. تمام؟ اهو لو انا عندي دلوقتي اهو نص بتساوي 3 على 6 بتساوي 5 على 10، عشان بعد كده الحاجات دي هنستفاد منها الحصص الجايه، تمام؟ اجمع النسبه الاولى والثانيه مثلا واطرح منها الثالثه، واجمع الاولى زي ما بعمل فوق بعمل تحت، واجمع الاولى والثانيه واطرح منها الثالثه، تلاقي بتساوي احدى النسب. 1 زائد 3 4، 4 ناقص 5 سالب 1، 2 زائد 6 8، 8 ناقص 10 سالب 2، سالب 1 على سالب 2 السالب هيروح مع السالب هيساوي برضو ايه؟ نص. يبقى زي ما بعمل فوق يا شباب بعمل تحت، تمام؟ فانا تمام. لو انا عندي محيط المثلث دوت يا شباب بيساوي ايه؟ محيط المثلث بيساوي ايه؟ هو تعريف محيط المثلث مجموع اطوال اضلاعه، محيط اي شكل هندسي هو مجموع اطوال اضلاعه، يبقى محيط المثلث ده هو مجموع ايه؟ اطوال اضلاعه، ايه هم اضلاعه؟ اللي هو الف شرطه وباء شرطه وجيم شرطه، يبقى مجموع الثلاث اضلاع دول. يبقى انا لو انا جمعت دول يا شباب يبقى الف شرطه زائد باء شرطة زائد جيم شرطة، زي ما بجمع فوق هعمل ايه اللي تحت؟ هنجمع لتحت. هنجمع اللي تحت. طب اللي فوق ده اسمه ايه؟ الف شرطة زائد باء شرطة زائد جيم شرطة، لسه قايلين محيط المثلث. محيط المثلث. يبقى اقدر اقول ان اي ضلع على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي اي ضلع على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي الضلع التالت على جيب الزاوية اللي قصاده بيساوي برضو ايه؟ محيط مثلث على جاء الف زائد جاء باء على جاء زائد جاء جيم بيساوي ايه؟ بيساوي 2 نق. طب 2 نق ده يا مستر ايه نق دي؟ قال لي نق يا شباب
هو نصف القطر، انا وانا عندي مثلث فيه كده، نصف القطر المار بالثلاث رؤوس الخاصين بايه؟ بالمثلث. يبقى نصف، لو انا عايز اجيب نصف القطر ده، نصف القطر ده اعرف اجيبه من العلاقه ايه دي؟ اعرف اجيبه من العلاقه دي. تمام يا شباب، اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ لا يا مستر، تمام. شوف بقى الكلام دوت اللي موجود. يبقى انا عندي قاعدة المثلث على الشرط على جاي بيساوي بقى شرط على جاي بيساوي جيم شرط على جاي جيم، قانون جيم من هنا. تمام، عرفنا برضو مساحة المثلث نص حاصل ضرب الضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينهما. ما هو نشوف أمثلة على الكلام ده، درس سهل وبسيط، والدروس اللي هتلاقي فيه دروس سهلة وبسيطة جدا يعني. تمام، الإحصاء الإحسان مثلثات من الدروس الظريفة يعني. يقول لي في المثلث أ ب ج، مديني أ شرطة ومديني أ، قياس زاوية أ وقياس زاوية ب، أعرف أجيب قياس زاوية مين يا شباب؟ مديني أ وب، يبقى ناقص زاوية إيه؟ جيم قياس زاوية ج هتساوي كام؟ 180 ناقص 30 و45، يبقى 180 ناقص 75 هيساوي كام؟ يساوي 105. يبقى انا جبت قياس زاوية ايه؟ جبت قياس زاوية دي. طب انا عندي القانون، ايه قاعدة الجيب؟ كل ضلع على جيب الزاوية اللي قصاده. ألف شرط اهو اللي هو ب 10 على جاء ألف، جاء ألف اللي هي بكام؟ جاء 30 بيساوي باء شرطة. تمام، ما عنديش باء شرطة على جاي باء، جاي 45 بيساوي جيم شرطة، ما عنديش جيم شرطة وعايزه على جاي جيم، على جاي 100 وإيه؟ على جاي 105. عايز باء شرطة أعرف أجيبه؟ أه، باء شرطة بيساوي عامل شرط كسر الحاجة اللي قصاد باء شرطة. تمام، بتحط في المقام، والحاجتين اللي قصاد بعض اتحطوا في البسط، 10 جاي 45 يبقى 10 جاي 45 على جاي 30. لو عايز جيم شرطة هو بالآلة بجيبها. نفس الكلام، 10 في جاي 105 على جاي 30. 10 جاي 105 على جاي 30 يبقى 10 جاي 105 على جاي 30. واضح؟ يبقى بقى شرطة 10 جاي 45 على جاي 30. عايز جيم شرطة 10 جاي 105 على جاي 30. تمام؟ واضح؟ حد عنده سؤال؟ يبقى انا جبت من هنا ايه؟ جبت من هنا ادي بقى شرطه طولها، وجبت هنا جيم شرطه طولها. عايز حاجه تاني، هو مساحه المثلث، فاكرين مساحه المثلث لسه قايل القانون. كان ايه القانون؟ نص حاصل ضرب الضلعين في جهه الزاويه المحصوره بينهما. يبقى لو قال شرطه وبقى شرطه يبقى جاي جيم، يبقى نص ألف شرطة باء شرطة كي جيم. طب ما أنا عندي ألف شرطة ب 10، باء شرطة، باء شرطة يا مستر ما أنت جايبها أهو ب 14 واحد من 10 في جا جيم، جيم اللي إحنا لسه جايبينها، معناها دي 30 ودي 45 كانت 105. بس بالآلة أعرف أجيب مساحة المثلث، أعرف أجيب مساحة المثلث. تمام، تمام. بيقول لي هنا أهو أ ب ج د متوازي أضلاع، إيه خصائص متوازي الأضلاع يا شباب؟ ضلعين متقابلين متوازيين متساويين. أيوه، وكل زاويتان متقابلتان زاويتين. متساويتان، كل زاويتان متقابلتان، يعني لو الزاوية دي 70 درجة يبقى الزاوية دي 70 درجة، طب والزاوية دي تطلع بكام؟ كل الزاويتان متتاليتان متكاملتان، متكاملتان يعني مجموعهم 180 درجة، دي 70 دي 70، يبقى دي، يبقى دي 110. يبقى خواص، خواص متوازي الأضلاع، كل الزاويتان متقابلتان متساويتان، كل زاويتان متتاليتين بيكونوا متكاملتان. وليه كل زاويتين متتاليتين متكاملتين؟ لأن محصورين بين ضلعين متوازيين، طالما في ضلعين بيوازوا بعض اهو، يبقى الزاويتين دول اسمهم زاويتين داخليتين. يعني ايه زاويتين داخليتين؟ يعني متكاملتين، يعني متكاملتين. اوكي، تمام. خصائص المتوازي، نشوف بقى درس الاسطوانه بتاعنا، ا ب ج د متوازي اضلاع.
ولازم اكون عارف ان القطران مالهم يا شباب في المتوازي، بيعملوا ايه لبعض، وبينصف كل منهم الاخر، يبقى النقطه دي في النص في المنتصف ده، يعني الحته دي بتساوي الحته دي، النقطه دي في المنتصف ده يعني الحته دي بتساوي الحته دي، يبقى القطران ينصف كل منهما الاخر، القطران ينصف كل منهما الاخر. فانا عندي ا ب ج ده متوازي اضلاع، ا ب بيساوي القيمه دي تمام، و القطران ا ج وب د، انا عارف ان ا ج وب د بيعملوا ايه لبعض يا شباب، بينصف كل كل، منهما الأخر. يعني ا م بتساوي م ج، م د بيساوي م ب، اوكي تمام. يصنعان مع الضلع ا ب زاويتين، يبقى ا ج بيصنع مع الضلع ا ب زاويتين، واحده الزاويه دي وواحده الزاويه دي يا شباب على الترتيب. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا عندي دلوقتي القطر ا ج ده بيصنع مع ا ب زاويه قياسها كام؟ 15 درجه، يعني الزاويه دي هتبقى بره 15 درجه و42 دقيقه تمام. طب وا ب د ده بقى ده اللي هو ده بيصنع مع ا ب اللي هو ده، يبقى الزاويه دي قياسها كام؟ الزاويه دي 55 درجه و17 دقيقه. اعرف اجيب الزاويه الثالثه ولا ما اعرفش في المثلث عشان يبقى عندي الثلاث زوايا؟ أعرف هجيبها ازاي؟ مية طالما عندي وتمانين ناقص ناقص ميتين مجموع الزاويتين دول 180 ناقص مجموع الزاويتين دول، طب 15 و55 70، وديت ايه؟ درجة، يعني 71 درجة، يبقى 180 ناقص 71 هتديني 180 ناقص 71 109 درجة و1 دقيقة، 1 دقيقة دي الزاوية ايه؟ الأخيرة دي. طيب يا مستر، ما انت قايل لي من شويه هو عايز ايه؟ عايز طول كل من القطرين. طب يا شباب، لو انا مش، انا لو جبت الف ميم ده يا شباب، يبقى انا عرفت اجيب الف جيم كله، مش الف ميم ده لو بخمسة سنتي يبقى الف جيم بكام؟ 10. 10. يبقى انا لو جبت الف ميم خلصت، لو جبت باء ميم مش هعرف اجيب باء دال أيوه بس. طب ما انا عندي قاعده اسمها قاعده الجيب، بتقول لي ايه؟ يا مستر اي ضلع، ما انت عندك الضلع دوت على جيب الزاويه اللي قصاده، يعني 123 درجه و14 دقيقه، ولا 123، ده 123 سنتي تمام، طول الضلع ده على جيب الزاويه اللي قصاده 123 و4 من 10 على جيب الزاويه اللي قصاده، الزاويه دي اللي هي 109 درجه و1 دقيقه، بيساوي الف ميم ده على الزاويه اللي قصاده، جاي الزاويه اللي قصاده بيساوي ألف ميم على جاز الزاوية اللي هي 55 درجة و17 دقيقة، بيساوي الضلع ده اللي هو باء ميم على جاز الزاوية اللي قصاده اللي هي جاي 15 دقيقة، 15 درجة و42 دقيقة تمام. من هنا أعرف ألف ميم 123 في جاي الزاوية دي على جاي الزاوية ديت اللي هي 109. طب عايز باء ميم 123 في جاي الزاوية دي على جاي المية وإيه؟ المية وتسعة. أهو يا شباب عشان الرسمة تكون واضحة، ربنا عندي أدي الرسمة أهو، أدي عندي الزاويتين أوكي، يبقى أنا عايز باء ميم يبقى 123 في جاي الزاوية دي على جاي 109، عايز الألف ميم يبقى 123 في جاي 55 على جاي 109. وطبعا أنا عارف إن الطول اللي أنا عايزه هضربه في اتنين، الطول اللي أنا جبته ده هضربه في اتنين، الطول اللي أنا جبته دوت هضربه في اتنين، واضح؟ واضح. عايز ايه بعد كده؟ عايز مساحة متوازي الأضلاع. ومتوازي الأضلاع دوت بيتقسم من كام مثلث يا شباب؟ أربع مثلثات، أهو ده مثلث ده مثلث ده مثلث ده مثلث. لو جبت مساحة مثلث واحد يا شباب، لو جبت مساحة مثلث واحد أوكي، أعرف أجيب إيه؟ أعرف أجيب مساحة توازي الأضلاع مساحة المتوازي الأضلاع، ليه؟ أجيب مساحة مثلث وأضربها في كام؟ أربعة. أضربها في أربعة.
مساحة المثلث نص حاصل ضرب أي ضلعين في جيب الزاوية المحصورة بينها. طب ما أنت عندك الأضلاع كلها، عندك الضلعين دول، عندك الضلع ده وعندك الضلع ده وعندك الزاوية اللي بينهم، هات مساحة المثلث. ما أنت جبت ألف ميم أهو، ما أنا جايب ألف ميم، يبقى نص 103 في 123 في ألف ميم في جيب الزاوية المحصورة بينهم اللي هي 15. جبت مساحة مثلث أضربها في أربعة هتجيب لي مساحة إيه؟ مساحة المتوازي. مساحة المثلث المتوازي عبارة عن أربعة في مساحة المثلث، أربعة في نص حاصل ضرب الضلعين في جهة الزاوية المحصورة بينهم، أي ضلعين والزاوية المحصورة بينهم، أي ضلعين والزاوية المحصورة بينهم. تمام يا شباب؟ أوكي، شوف المثال دوت من الأمثلة المهمة جدا جدا جدا. بص يا شباب، هو لازم يا شباب طالما عندي جا جاب لي جا وجا وجا يبقى لازم استخدم قاعدة الجيب، لازم استخدم قاعدة الجيب. بص يا شباب، مش لازم يكون جا ألف على حاجة أو ألف شرطة على جا ألف، سواء كده أو كده، فلازم يكون في حاجة في المقام ويكون معامل جا ألف هنا واحد، ما ينفعش معامل جا ألف أو جا باء يكون حاجة. فلازم أتخلص من التلاتة والأربعة والاتناشر. إيه العدد اللي يقبل القسم على التلاتة والأربعة والاتناشر؟ بعمل إيه؟ يعني لو أنا عندي اتنين مثلا وخمسة تمام وسبعة، عايز أعرف إيه العدد اللي يقبل القسم عليهم هما التلاتة دول، أو اتنين وخمسة مثلا وستة، عايز اشوف ايه العدد اللي يقبل القسم على الثلاثه دول. العدد ده بشوف العدد دوت يا شباب الستة، الستة اكبر واحد، اشوف اكبر واحد. هل الستة تقبل على الخمسة والاثنين؟ الستة تقبل القسم على الخمسة؟ ستة على الخمسة فيها واحد، واحد واحد اتنين من عشرة، ما ينفعش، لازم تدينا عدد صحيح. اشوف مضاعف الستة تمام، ال 12، 12 ما تقبلش اللي يسمع الخمسة، ال 18، بعد كده ال 24، بعد كده ال 30، ال 30 تقبل القسمة على الخمسة، يبقى 30 تقبل القسمة على الخمسة وعلى الاثنين، يبقى انا بعمل كده بشوف كده اهو. طب انا هلاقي الاقي دول كام عدى عندي؟ عندي الاربعة والثلاثة والاثنين. اكبر عدد فيهم مين؟ اشوف المضاعف بتاع الاربعة، يعني اربعة في اتنين بثمانية، هل الثمانية تقبل على الاثنين والثلاثة؟ لا لا بتقبل، ما تقبلش على التلاتة. أشوف المضاعف ليها، يعني ال 12، ال 12 تقبل على التلاتة والأربعة والاتنين، أيوة يبقى أقسم التلات أعداد دول على ال 12، أقسم ده على 12، لازم معامل جا ألف يبقى واحد تمام، أقسم ده على إيه؟ على ال 12. التلاتة وال 12 يروحوا مع بعض يدينا أربعة، على الأربعة فيها الواحد وعلى الأربعة فيها التلاتة، على الاتنين فيها الواحد وعلى الاتنين فيها الستة. في مشكلة؟ الكلام ده تمام يا مستر. لو بدلت دول مكان بعض مش قلنا مفيش مشكلة؟ لو قلت أربعة على جاي ألف بيساوي مين؟ بيساوي تلاتة على جاي باء بيساوي ستة على جاي جيم. أوكي يا شباب، فاكرين لما كنت وأنا صغير لما كنت ألف على باء يا شباب وأنا في تالتة إعدادي بيساوي اتنين على التلاتة، كنت بقول ألف بكام وباء بكام؟ ألف باتنين وباء بتلاتة. ده بتقول ألف بيساوي اتنين مضروبة في ثابت وتلاتة مضروبة في نفس الثابت. ليه؟ لأن كانت ممكن ألف دي مش باتنين على التلاتة، كانت بأربعة على الستة، يعني كانت ألف بأربعة وباء بستة، بس أنا بسطتها، كانت ممكن تكون ستة على التسعة بس أنا بسطتها، فأنا معرفش الألف باتنين ولا أربعة ولا ستة ولا أي حاجة من مضاعفات، معرفش، والتلاتة نفس الكلام، فعشان كده كنت بقول إن الألف بتساوي اتنين في ثابت والباء في كام؟ ثلاثة في نفس ايه؟ الثابت، لأن دي نسب مثلثية، تمام؟ طب أنا دلوقتي هل أقدر أقول إن أ شرطة بأربعة؟ ولا أ شرطة بكام هنا؟ بأربعة ميم، وباء شرطة؟ ثلاثة ميم، وجيم شرطة؟ بستة ميم. طب ما هو مديني حاجة، بيقول لي إيه؟ محيط المثلث بكام؟ أو 30. محيط المثلث هو مجموع أطوال أضلاعه، يعني 4 زائد 3 زائد 6، 4 و 3 7، 7 و 6 13، يبقى 13 ميم بيساوي كام؟ 39. أقسم على 13 الطرفين يبقى الميم بكام؟ ب 3، يبقى ألف شرطة بتساوي 4 في 3،
12 بقى شرطة 3 في 3، جيب شرطة 6 في 3، واضح؟ لو جمعتهم كلهم عليهم كام لازم؟ 39، واضح يا شباب؟ تمام. يبقى الفكرة كلها يا شباب إن ألف شرطة على جاي ألف دي مش قيمة ألف شرطة، ألف شرطة أه بس بتساوي 4 مضروبة في ثابت، 4 مضروبة في ثابت. نفس الكلام ده شرطة 3 مضروبة في ثابت، جيم شرطة 6 مضروبة في إيه؟ ثابت. تمام. أي سؤال؟ تمام يا مستر. مثال تاني بقى. هنا بيجي يقول لي انا يا شباب لسه قايلين من شويه ان الف شرطه على ج الف بيساوي باء شرطه على ج باء بيساوي جيم شرطه على ج جيم، ولو جمعت التلاته اللي فوق دول بيديني ايه؟ محيط مثلث على المجموعه اللي تحت اللي هي ج الف زائد ج باء زائد ج جيم. هي دي فكره المثال اللي بعده. بيقول اذا كان محيط مثلث بيساوي 24 وقياس زاوية باء بيساوي 30 وقياس زاوية جيم، يا مصر طب أنا عندي باء وجيم يا شباب، أنا عندي باء وجيم، أعرف أجيب قياس زاوية ألف ولا معرفش؟ أعرف هيبقى إيه؟ 180 ناقص مجموع الزاويتين. هيبقى يطلع 100 وكام؟ 102 درجة. يا مصر لو أنا عايز الأضلاع كلها مش عايز باء شرطة، أنا عارف إن باء شرطة على جا باء بيساوي محيط المثلث على ج ا زائد ج ب زائد ج ج، صح؟ مش عارف شرط على ج ا بيساوي بقى شرط على ج ج بيساوي ج شرط على ج ج، تمام؟ بقى شرط على ج ب قصدي بيساوي ج شرط على ج ج بيساوي محيط المثلث على ج ا زائد ج ب زائد ج ج، مظبوط؟ طب يا مستر انا بقى شرطه هو ده اللي انا عايزه على ج ب، انا عندي بقى ب 30 بيساوي محيط المثلث وانت قايل لي عليه على ج ج أ اللي هي ج 102 زائد ج ب ج 30 زائد ج ج اللي هي ج 48. كده اعرف اجيب بقى شرطه ولا ما اعرفش؟ اه يا مستر، حاجتين اللي قصاد بعض على الحاجه اللي قصاد بقى شرطه، وبقى شرطه هتساوي 24 مضروبه في ج 30 على ج أ زائد ب زائد ج اللي هي ج 102 زائد ج 30 زائد ك 48 درجة، وبالآلة كده أجيب باء شرط. واضحة فكرة المثال ده؟ واضح. يبقى الفكرة كلها مرتبطة يا شباب إن محيط إن ألف شرط على باء جاء ألف بيساوي باء شرط على جاء باء بيساوي جيم شرط على جاء جيم، تمام؟ وقلت إن باء شرط على جاء باء بيساوي محيط المثلث على جاء ألف زائد جاء باء زائد ك، تمام؟ قلنا بعد كده ان الف شرط على جاي الف بيساوي شرط على جاي بيساوي جيم شرط على جاي جيم بيساوي 2 نقط. ونشوف مثال على الكلام دوت عشان نختم حصتنا. بيجي يقول لي هنا او بكل سهوله، في اذا كان مثلث ا ب ج منفرج الزاويه وقياس زاويه، تمام؟ نطلع في المثال على المثال. بيقول لي في المثلث ا ب ج مديني ب شرطه و قياس زاويه ب، مديني ج شرطه، بيقول لي احسب طول نصف قطر الدائرة. دي اسمها ايه يا شباب الدائرة اللي انا بجيب نصف قطرها؟ الدائرة الخارجة للمثلث. يعني ايه دائرة خارجة للمثلث؟ يعني انا مثلث اهو عايز نصف قطر الدائرة بتمر بايه؟ بالثلاث رؤوس دول بتوع المثلث، اوكي؟ تمام. اللي هو ايه؟ اللي هو ا شرط على ج ا بيساوي ب شرط على ج ب بيساوي ج شرط على ج ج بيساوي 2 ن. طب ما انا عندي ايه يا شباب؟ ب شرط اهو على ج ب بيساوي ايه المفروض؟ بيساوي 2 ناقص، صح ولا لا؟ صح. ب شرطه بكام؟ ب 7 على ج 30، ج 30 بنص بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ناقص. لو عملت 7 على نص بالآلة هتلاقيها 14، يبقى 14 بيساوي ايه؟ 2 ناقص. اقسم الطرفين على الاتنين يبقى ناقص بكام؟ ب 7 سنتي. في مشكلة؟ لا تمام. تمام. وانا عارف يا شباب ان انا عندي، هو عايز ايه تاني؟ عايز يا مستر قياس زاويه ا، ولا عندي اي مشكله؟
ما انا عندي بقى شرطة على جاباء، على جاباء، على جا 30 بيساوي ايه؟ بيساوي يا مستر الف شرطة. اوكي، على جا الف بيساوي باء شرطة على جاباء. اوكي، انا هل انا عندي يا شباب، ثانية واحدة، هو أنا عندي باء شرطة، باء شرطة اللي هي 7 على جاء باء اللي هي جاء 30 بيساوي جيم شرطة اللي هي 9 على جاء جيم. طب يا مستر ده أنا عايز زاوية ألف يا حبيبي. لو أنت جبت زاوية جيم مش هتقول لي زاوية ألف 180 ناقص زاوية باء وزاوية جيم؟ أنا دلوقتي عايز زاوية إيه يا ايوه مستر؟ ألف. بس أنا لو جبت جيم خلصت المسألة، ما أنا مش هعرف أجيب ألف. ليه؟ لأن ما عنديش ألف شرطة، ما عنديش ألف شرطة، فلازم اجيب زاويه ايه؟ اجيب زاويه جيم، وبعد ما اجيب جيم اقول 180 ناقص الزاويتين دول اطلع لي ايه؟ طب اجيب ازاي زاويه جيم؟ ما يا حبيبي انا عندي جاي جيم بتساوي 9 مضروبه في جاي 30 على ايه؟ على 7. طب اجيب ازاي جيم يا مستر؟ بعمل شيفت صايل القيمه اللي هتطلع، يبقى 9، يبقى انا عندي اهو اجيب قياس زاويه جيم اللي هي تطلع 9 على 14، 9 جاي 30 على كده تطلع 9 على 14، منها اجيب قياس زاويه جيم. انا اجيب قياس زاويتين، قياس زاوية الف هيساوي 180 ناقص الزاويتين دول. واضح؟ واضح. اي سؤال؟ لا يعني بس شكرا لحضرتك. حد عنده اي سؤال؟ واضح الدرس يا شباب؟ ان شاء الله بداية الدراسة تبقى بنص 8، ولو حد عنده اي استفسار او اي حاجة اتواصل معانا على الخاص يا شباب. حد عايز يشترك اتواصل معانا برضو، انا ومستر سليمان. تمام، وبالتوفيق إن شاء الله ليك يا شباب. تمام. مع السلامة، السلام عليكم.